نور، عندنا أول سؤال بيكون عندي في الامتحان هو النص الاستماعي، وعندنا طريقتين علشان نحل النص ده بكل سهولة. أول طريقة إن إحنا بنقرأ الأسئلة قبل ما مدرس الاستماعي يعدي علينا ويسمعنا الموضوع، أو إن إحنا نستنى المدرس يجي ونكتب وراه لو إحنا إيدينا سريعة. طب لو إيدينا بطيئة ومش بنقدر نكتب بسرعة، يبقى إحنا هنتبع الطريقة الأولى اللي هي زي ما نقول كده بنحفظ الأسئلة شوية. تمام؟ تمام، هديكي وقت كده تقرأي الثلاث أسئلة بتوعنا علشان أبدأ أقرأ عليكي الاستماع. مش هي صفحة كم؟ معلش يا لهوي. 30 يا حبيبي. جاهزة يا نور أقرأ عليكي الاستماع؟ يا ميس انا فاتح على 30. آه بيقول لي اه تمام خلاص. جاهزة يا نور عشان الخبير مش في وعيه دلوقتي. ايوه طيب أنا هبدأ أقرأ دلوقتي عليكم الاستماع، ركزوا. هويتنا هي ما تجعلنا مميزين عن الآخرين، وهي كل ما يخصنا ويهمنا كالوطن والثقافة والقيم والاهتمامات والعادات وغيرها، وهي التي تمنحك الإحساس بالانتماء والحب لكل ما يتعلق بك. ولهذا عليك أن تعتز بهويتك وتعمل على تطويرها ونشرها، فهي تعبر عنك. هقولها كمان مرة. هويتنا هي ما تجعلنا مميزين عن الآخرين، وهي كل ما يخصنا ويهمنا كالوطن والثقافة والقيم والاهتمامات والعادات وغيرها، وهي التي تمنحك الإحساس بالانتماء والحب لكل ما يتعلق بك. لهذا عليك أن تعتز بهويتك وتعمل على تطويرها ونشرها، فهي تعبر عنك. وهخلي نور عز تاخد هي رقم جيم عشان أشوفها ركزت في الاستماع ولا لأ. طيب يلا كده أستاذة نور هشام، علينا أن نعتز بوطننا مصر. نعتز يعني إيه نور؟ نفتخر. أنا كنت عايزة بس ماشي أوكي. نفتخر. المرة الجاية أشوف بس هي ركزت معانا ولا لأ. يلا كده يا أستاذ خبير، لا علاقة بين الهوية وحب الوطن. صح. صح والله. لا، العلاقة، معلش أنا آسفة أنا آسفة، أنا حسبتها تشابه. العلاقة صح. مفيش لا برضو؟ العلاقة ده انت مصمم بقى. ثانية، لا علاقة بين، لا غلط غلط، في علاقة عشان الاتنين بيشبهوا بعض. لا مش الاتنين بيشبهوا بعض، هو بيقول لك دلوقتي انا هويتي مرتبطة بحبي للوطن وحبي للوطن مرتبط بهويتي ولا لا. طبعا هم مرتبطين ببعض، لان حبي للوطن وانتمائي ليه هو اللي بيعمل شخصيتي وهويتي، زي ما القطعة قالت لنا. الظاهر ان محمد ضياء هو اللي ما كانش مركز في القطعة. يلا يا نور عز، ما واجبك نحو انا عشان مش هويتك؟ بلحق اكتبها. يا محمد اسمعها. حاضر حاضر. يلا اقول يا ميس، عايزة إجابة سؤال رقم جيم، إيه واجبك نحو الهوية بتاعتك؟ انميها واقويها. أنميها وأقويها. بصي هي صح، وأنت قربتي قوي للي في الكتاب، بس اللي في الكتاب بتقولي بالظبط إيه؟ نعتز بها، نعمل على تطويرها ونشرها لأنها تعبر عنا. ده اللي في النص الاستماعي، عشان كده بقول نركز كويس قوي في السمع على قد ما نقدر، نسمع كويس قوي ونركز في أدق التفاصيل. تمام. طيب بعد كده عندي التعبير الكتابي، والتعبير الكتابي هو موضوع سردي احنا اللي بنألفه يعني يا مس. المرة دي عايزني أكتب رسالة اجتماعية. يا مس ده احنا بقالنا قرنين ما شفناش موضوع كتابي عن الرسالة الاجتماعية، ان هي مش بتيجي كتير وواضح جدا ان هي مش مهمة قوي، بس طبعا احنا عندنا كل حاجة لازم هناخدها ونتدرب عليها. ايه الرسالة الاجتماعية؟ الرسالة الاجتماعية يعني انا ببعت حاجة في ورقة لحد، بطلب منه حاجة او بعرفه حاجة او ببلغه بحاجة.
المرة دي عندي الرسالة الاجتماعية من حد للزملاء في المدرسة بيسخروا ويتنمروا على باقي أصحابهم، فاحنا عايزين نعمل لهم رسالة علشان ننصحهم يحترموا أصدقائهم كلهم ويبعدوا عن التنمر والسخرية. أول حاجة بتكون معايا في الرسالة هي اسم المرسل، يا أستاذ محمد ضياء. مين المرسل هنا يا ترى؟ المرسل هيبقى ثانية واحدة. يعني ايه ده؟ هألف من دماغي ايه ده كده؟ ايوه هتألف من دماغك، هيبقى انت بتدور عليها في يا لهوي. ايوه ميسي. هيبقى مش عمر. عمر. بس انا دلوقتي يا استاذ هو بيقول لك انت هتنصح زملائك، ها زملائك كتير ان هم يبعدوا عن التنمر والسخرية. ايوه يا ميس، يبقى فالمرسل زملائي الأعزاء، أصدقائي الأعزاء، أنا بكلم أصحابي، يبقى أنا هبعتها لأصحابي كلهم.